I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody? السلام عليكم احباب اليونيكسيس جيمر في تجربة لعبة جديدة. واليوم سوف نلعب ميتين جيج وهي لعبة عربية كما ترون، وهذا هو موقع الرسمي للعبة. اذا هذه اللعبة عربية من افضل العاب العربية طبعا. ثم اذا كما ترون هنا في الموقع الرسمي عربي 100%. اذا نبدأ الان بالضغط على تحميل، بعد ذلك نختار لا مازلت بحاجة لتثبيت العميل. اذا نختار مكان سوف اضع فيه الملف وضغط سيف. والان هو البرنامج، نفتح مكان البرنامج هنا بالضغط هنا، نفتح معنا البرنامج بهذه الطريقة. اذا نضغط هكذا لتصطيب البرنامج للعبة. Run anyway. انتظر. اذا فقط ننتظر. اذا اثناء الانتظار سنعود الى الموقع ثم نضغط على تسجيل الدخول من هنا، ثم من هنا سوف نسجل بحساب. سنسجل بحساب اذا كنت تريد تسجل بحساب جوجل، او تقوم بتسجيل بريدك الالكتروني بالضغط هنا. اذا سوف نضغط نحن مثلا بسجل هنا، ثم نملأ هذه البيانات. اذا نضع هنا البريد الالكتروني، ثم هنا كلمة السر، ونضغط على انشاء حساب. اذا هذا كل ما علينا فعله، والان لقد تسجلنا بنجاح. اذا بنفس هذا الحساب الذي قمت به تستطيع ان تلعب كل هذه الالعاب. مثلا بنفس هذا الاكونت تستطيع ان تلعب به هذه اللعبة، وايضا هذه اللعبة Kingdom Under Fire 2، ايضا هذه اللعبة، وكذلك هذه اللعبة بنفس الحساب، وايضا العاب اخرى مثل ايون وهذه الالعاب الاخرى تيرا، رونز اوف ماجيك، ويزارد، سول وركر. كل هذه الالعاب الخاصة بالشركة تستطيع ان تلعبها بنفس الحساب، يعني حساب واحد تلعب به جميع العاب الشركة. بعد ذلك ننتظر هنا، هذا سيأخذ بعض الوقت لكن ننتظر. اذا يتم دخول البرنامج الان تلقائيا. هنا خطأ، نضغط هنا
ظهرت هذه المشكلة، نغلق البرنامج هنا ونعيد فتحه. اذا لم نجد الايقونة على سطح المكتب، سنذهب الى هذا المسار. اذا ديسكو سي بروجرام فايل، ثم ندخل الى اسم الملف جيم فورج. سوف نجد البرنامج هنا، نضغط عليه لنفتحه مرة اخرى. نجرب نضغط على يمين الماوس ثم نختار برنامج ادمنستراتور. ننتظر قليلا. اذا هنا اذا يمكنك ان تختار اي لغة، ليس فقط العربية، هناك انجليزية وفرنسية الى غير ذلك. اذا هنا سوف نختار نحن العربية، بعد ذلك سوف نضغط على تثبيت هنا. اذا يقول لك تحتاج الى مساحة 6 جيجا لتثبيت اللعبة. اذا لنبدأ بتصطيب اللعبة، علينا اختيار مجلد ضروري. سوف نضغط هنا انتر، ثم نضغط هنا على ديسك الغاز، ثم نضغط على سيلكت فولدر حتى تظهر هنا، ثم نضغط على تثبيت. اذا مباشرة سوف يبدأ معنا تنزيل اللعبة كما تشاهد معنا هنا. وهذه الألعاب الأخرى إذا كنت تريد أن تقوم بتحميلها أيضا، هنا ألعاب أخرى. إذا فقط ننتظر الآن تحميل اللعبة فقط. إذا كنت تريد توقيف اللعبة فتضغط هنا، ثم تضغط هنا توقيف، هنا إلغاء. إذا هذا البرنامج يشبه التورنت مثلا، حتى لو مثلا أغلقت جهازك ثم أطفأته ثم يعني قمت بتشغيله مرة أخرى ودخلت إلى البرنامج، فسوف يقوم البرنامج باستئناف التحميل مباشرة مثل التورنت. إذا يتم التحميل الآن 61، فقط ننتظر. إذا اقتربنا 96. إذا لدينا هنا رسالة خطأ تقول حصل خطأ مجهول. سوف أعيد الضغط على تثبيت والضغط على تثبيت. دعنا نقوم بإغلاق هذا البرنامج وإعادة الدخول إليه. يا إلهي، اللهم صبرنا على هذا. إذا قمت بإغلاق البرنامج وإعادة فتحه مرتين، والآن ظهر معي هنا التحقق. إذا سوف ننتظر. جيد، لقد عادت الملفات إلى طبيعتها. أصبح هناك يعني عادت التحميل عاد إلى مجراه الطبيعي. إذن هنا لاحظت بأنه توقف على الصفر، كان هنا يمشي ولكن توقف هنا على الصفر، لكن فجأة انتقل إلى 4 مباشرة، والآن بدأ يمشي بسرعة قليلا، بدأ التحقق يسرع قليلا. إذا ننتظر فقط. إذا بعد انتهاء من التحقق ظهر كلمة لعب مباشرة، سوف نضغط عليها ثم ننتظر. ظهر لدينا هذا الشيء، نقوم بتحميل هنا. إذا سنلاحظ بأن لا شيء يظهر، لكن نستمر في انتظار قليلا. إذا أنا شغلت اللعبة فوجدتها يعني اشتغلت معي في شاشة كبيرة. إذا أريد أن أشغلها في شاشة صغيرة، ماذا أفعل؟ أتي إلى هنا قبل أن أدخل، ثم أضغط على كونفيغ هنا،
ثم ستظهر لدي هذه الخيارات. يمكنني التعديل على الشاشة هنا. النافذة هي النافذة، إذا سوف ألعب أريد أن ألعبها على نافذة، إذا سوف أضع خيار هذا، أضغط على أوكي وأضغط على موافق. إذا كذا ندخل الآن إلى اللعبة. شيء جميل جدا. إذا كما ترون لقد دخلنا الآن اللعبة. إذا هكذا تبدو 202 بالعربية كما تشاهدون، فكل شيء مكتوب بالعربي. واحد إذا نختار، سأختار هذا، يعني هذا ليس مهم، ليس سيرفرات، فقط تشانلات فقط. ثم أضغط على أوكي، أنتظر قليلا. إذا كذا ندخلنا سبق وصنعت هذه الشخصية. إذا نضغط هنا لإنشاء شخصية جديدة. إذا هكذا يبدو ما كان صناعة الشخصية كما ترى معي هنا. كل شيء مكتوب بالعربي وبعربية يعني احترافية تماما. المحاربين يعني دور كبير في القتال عن قرب، وذلك بأن أسلحتهم ودروعهم الثقيلة، طموحهم هو الوصول إلى القوة الجسدية إلى غير ذلك. إذا هذا تخصص المحارب. تخصص المحارب نجد أيضا تحسس تخصص الفتاة، يمكنك أن تختار بين رجل وفتاة. ثم الملابس، ثم تان لدينا تخصص النينجا. تخصص النينجا لديك أيضا فتاة، فتاة نينجا أو رجل نينجا. ثم لديك إمكانية تغيير اللباس. ثم هنا أيضا صورة، هذا تخصص الصورة، تختار بين أيضا امرأة الصورة أو رجل صورة. ثم هنا لباس، نوعين من اللباس في كل تخصص. ثم لدينا الشامان، هذا الشامان، هذا رجل الشامان، ثم هذه هي امرأة الشامان، وهذا هو شكل اللباس الخاص بهم. ثم آخر تخصص لدينا هو ليكانز أو ليكانر، ليكانر نعم، هو مكتوب هنا. إذا هو فيه تخصص رجل فقط، وهذه هي ملابسه، نصف رجل ونصف حيوان. إذا سوف أختار مثلا، أنا سأختار نينجا لأني أحب هذا التخصص، سوف أضع له. إذا أخيرا أنشأت الشخصية. إذا في هذه اللعبة سوف تلاحظ بأنه ليس فيها تغيير الملامح أو الشعر، هذا لأنه بعد تقدمك في اللعب يمكنك تغيير الملامح والشعر، وكذلك تغيير اللباس إلى غير ذلك داخل يعني اللعبة. إذا كما ترون معي أنا اخترت إمبراطورية الشونجو هنا. إذا سوف أضغط على إذا بالعلم الأصفر، ثم أضغط هنا للبدء. منطقة جوان. إذا هكذا تبدو اللعبة، فكما ترون الجرافيك رائع جدا. انظر إلى هذا، يمكنك تقريب طبعا. انظر إلى جرافيك الرائع. مرحبا بكم أعزائي، أنا النينجا، اليوم سوف أبدأ مغامرة رائعة، تابعوني ولا تنسوا الاشتراك في قناة ليونكسيس جيمر. حسنا، المشي يمكنك المشي هكذا. هل يمكننا المشي؟ نعم، يمكنك المشي بواسطة الضغط هكذا على الماوس، وأيضا يمكنك المشي بواسطة لوح المفاتيح هكذا. لدينا هذا الشيء يسمى احتفالية الفرائس. ثم فتح الخريطة يبدو بهذا الشكل، لأنه ليس يعني لا يعني تبدو صغيرة جدا. هذه فقط يعني الخريطة للمكان الذي أنا متواجد فيه. ثم لدينا منطقة المعركة هنا، لدينا هنا هذا شيء متعلق بمعركة
لدينا هنا اللائحة الكلية للرطب ثم لائحة الرطب الأسبوعية. إذا كانت الخريطة تبدو لك بهذا الشكل، اضغط هنا فتبدو بهذا الشكل. هنا يمكنك إغلاق هذه الخريطة وإظهارها مرة أخرى. لدينا مساعدة هنا، يمكنك إزالة هذه الكتابة بالضغط هنا على إغلاق كي تعرف كم جمعت. تنظر إلى هذا المكان، ثم لديك هنا نافذة الشخصية، هنا تضع النقاط، هنا للمهارات، هنا الأحاسيس يعني. أراك قريبا، هذا شخص آخر، انظر ماذا تفعل هنا يا هذا؟ ألا تعرف أني أصور؟ أعطني بنفسك. هذه اللعبة انظر ماذا يوجد فيها، قبلة حارة الرقصة. يقول لك تحتاج إلى قناع العاطفة لتستعمل هذه الحركات. ثم لدينا الحقيبة، هذه هي الحقيبة، سوف أفتح هذا الشيء. ثم هذه نافذة الأصدقاء، وهنا للإعدادات خيارات اللعبة. يمكنك تغيير اللغة هنا، الإسبانية الألمانية وغير ذلك. إذا كنت تريد إزالة الموسيقى هنا، انظر أنا قلت بإزالة الموسيقى. يمكنك تغيير الموسيقى أيضا من هنا. من هنا يمكنك تغيير الاسم، أن تريده اسم عادي أو تريد أن يبدو بلون الإمبراطورية، سأتركه بلون الإمبراطورية. إذا ضغطت على هذا الرأس الشخصية، لدي هنا شيء يسمى المهام. هنا إذا ضغطت مثلا هنا، لدي مهمة أولى، ابحث عن حارس المدينة، تكلم مع حارس المدينة. لقد وجدته، انظر إنه في هذا المكان. إذا كيف وجدته؟ وجدته بهذا الضوء الذي يشع هنا، هذا الضوء. إذا سوف نتحدث معه. إذا كما ترون المهمة كلها بالعربية. إذا هذه هي المهمة. إذا علي قتل وحوش لأصل إلى مستوى 10 تقريبا أو 5. إذا في نافذة المهام لدينا أيضا هذه المهمة، تقول لك اختار سلاحك. حسنا، ماذا سأختار؟ أسنان مميتة. إذا هذه تقول لك اذهب إلى حارس القرية. إذا سنجد هذا الضوء المشع مرة أخرى. إذا ضغطنا على الخريطة هو المكان، مباشرة فهو هو وسط المدينة. إذا المهمة واضحة لأنها باللغة العربية. مرحبا بك يا بني في لعبة ميتين اثنان. أهلا بك، هل أحضرت لي الجرعة التي أخبرتك إياها؟ حسنا أعطيها لي. خذ يا فتى يا رجل. إذا نهيت المهمة ووصلت إلى الليفل التالي، إذا وصلت إلى الليفل 2 هو المستوى الشخصية، نقاط الخبرة. إذا هناك شخصية تشع مرة أخرى هنا، نذهب إليها. ذلك الضوء، نذهب إلى ذلك الضوء، وهذه التي باللون الأخضر هي المهمة التي يمكن أن أقوم بها الآن. مثلا إذا ضغطت هنا، هل تريد أن تقتل ذئب جائع 5 مرات أو كلب جائع تائه 10 مرات؟ سوف أختار هذا، أقتل ذئب جائع. عدد الأهداف 5. حسنا هيا بنا. يعطونك أماكن الذي سوف تقتل في هذه الوحوش. يسامح اسمه. إذا وصلتك هذه الرسالة فهذا يعني أنك بلغت المستوى أعلى، مبروك. اذهب الآن إلى حارس المدينة لكي يشرح لك مهمتك الأولى. هو إنه نفسه ذلك الحارس.
أهلا بك، هل لديك حساء؟ الكلاب البرية ليست قوية جدا، وذلك فلن نكون المهمة صعبة. لن تستطيع إنجاز هذه المهمة، فلن تأتي على قيد الحياة، لن تبقى على قيد الحياة في هذه المنطقة. هيا انطلق، كلما سرعت كلما كان ذلك أفضل. لا تقتل أي حيوان قبل أن تقرأ الاسم. لديك هنا ذئب بادية جائع، وليس ذئب جائع فقط، يجب أن يكون الاسم مطابق تماما. إذا هو كما ترى معي هنا ذئب جائع، ذئب جائع نفس الاسم يجب أن يكون مطابق تماما. إذا هيا القتال، نظام القتال في اللعبة رائع جدا، جميل. هذا ذئب فقط، نعم ذئب جاء. ها هو يا إلهي، ارحموني لقد قتلتني كورونا في وسط الملعب. اذا هنا تختار، تريد ان تبدا في نفس المكان او تبدا في المدينه؟ اذا انا اريد في نفس المكان لاتزود ببعض الدماء. اذا هذا الاسلحه التي يعني تم اعطاؤها لنا لم ناخذها بعد، سوف ناخذها الان. أصبحت لدي الأسلحة القوية، القلادة، أرتدي القلادة، شيء مهم. هيا لنقتلها الآن. تائه جائع، ليس هذا المشكلة، أنك إذا قتلت واحد يتجمعون عليك. ولدينا شخص هنا، ما هذا؟ ليفل 62، هذا مذهل. هذه فتشات تركب حصانا جميلا، دعونا نتكلم معها. سأقول لها سلام سلام. إنها لا تجيب، ربما تركت الجهاز مفتوح، إذا سوف نتركها. المشكلة أن الذئاب التي يعطونها لك في المهمات تهرب منك، لكن لا مشكلة، سوف نقتل الجميع. سوف نجمع الذهب، شيء مهم جدا. هناك شيء ما سقط. هناك سلاح ما، هناك أسلحة تسقط هنا. هذا شيء رائع، إن وصلنا مستوى 3. إذا عندما تنتهي المهمة سوف يعطونك رسالة مباشرة تقول لك لقد أنهيت المهمة. إذا كم بقي لدينا؟ بقي لدينا أنجزت المهمة، منجز التمرين. أظنه علي العودة، هيا نذهب. طبعا يمكنك الضغط بواسطة الماوس أو المشي عن طريق المفاتيح، فكما ترى الآن أمشي عن طريق المفاتيح. لقد وصلنا إليه. هذه مهمة أخرى. تالي. وهذا لاعب آخر جد، لاعب آخر ليفل 25. يبدو أنه هو أيضا جديد نوعا ما. إنه يضع كمامة ضد فيروس كورونا.
أين حصلت عليها يا فتاة؟ كنت أبحث في جميع المحلات، لم أستطع أن أجدها، كيف فعلت؟ يا إلهي! حسنا حسنا، سوف أدعك تتحدث إلى ذلك الشخص. مرحبا بك، هل أرسلك حارس المدينة؟ لدي مهمة سهلة، أبي اليوم في الصباح كتابا مهما هنا، هو لأمس الحاجة إليه الآن. هل تستطيع أن تأخذ الكتاب لأبي؟ كان يمتصده، أعني أقوم بذلك بنفسي، ولكن علي أن أبقى في المنزل. إذا أسديت لهذا الخدمة وأخذت الكتاب لأبي، سأكافئك بسخاء. عليك أن تعرف أنه يبيع الضراع هنا في القرية. حسنا حسنا، سوف آتيك بالكتاب، لا تبكي علي يا فتاة، فأنا طيب. حسنا حسنا، سوف أذهب الآن، وهذا الشخص يريد أن يسابقني. يا إلهي، أوه لديه حصان. هاك أيها الغشاش، لديك حصان ولم أدري كيف فعلتها. دعنا أتحدث إليه. سلام، إنه يتحدث معي. أهلا، تمام، إنه يتحدث معي. هذا سأقول له من أي بلد أنت. قال هل تريد هدية؟ أوه لقد أعطاني هدية، انظر، يريد أن يكون صديقا لحسن. نعم، وافق على الصداقة. شكرا، لنرى ماذا لدينا. ليس هنا، أعطاني هدية. هي إنها قابلة، لا يمكننا استعمالها، إنه لمستوى 15. واو واو، إنها زائد 6، رائع، زائد 6، شيء جميل، ولكن القتيل من اللاعبين الحقيقيين. هل يوجد قتيلي؟ أعطاني اللباس، لباس مستوى 18، جميل، وزايد 6 أيضا. واو، أشكرك 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 على هذه الهدايا، أنا محظوظ هذه الأيام. سأقول له من أي بلد أنت. واو، إنه يعطيني الكثير من الهدايا، هذا الشخص طيب جدا. الكويت، أهل الكويت، تحياتي تحياتي لكم. جيد، هذا إنه الخصم، كيف سأقتله؟ لأنني أنا أنتمي من الإمبراطورية الصفراء، هذا ينتمي من الإمبراطورية الحمراء. ما سبب مجيئك على الأرسنة يا ابنتي؟ شكرا جزيلا لك، إن أحسن هذا الكتاب لمنع الدناء نيجا. يبدو أن ابنتي مشغولة جدا لأنها أرسلتك بالكتاب، دعني أرى ما هي المكافأة المناسبة لك. سأعطيك بعض الين كمكافأة لك، لكن اشتري الدراع المناسبة تليق بك كمحارب، هذا يكفي أليس كذلك؟ شكرا. إن احتجت إلى أي مساعدة من جديد سأتوجه مباشرة لك، وإذا ما احتجت إلى دورة جديدة فما عليك إلا أن تزورني، إن أبواب متجري دائما مفتوحة أمامك. هذا جيد، شكرا لك أيها العجوز. لكي أبيع بعض الأشياء التي لا أحتاجها سوف أضغط عليه، ثم أضغط هنا على بيع، ثم سأضغط على الأشياء التي أريد بيعها. أريد بيع هذا الشيء، نعم، الشيء التي ليست لي هذا الشيء مثلا، فقط نعم هذا السيف لا أستعمله، أنا أستعمل الخنجر. نعم فقط، لقد بعنا الآن بعد، كم أصبح لدي الآن؟
أصبح لدي 8000 يانج. شكرا. إذن اللحظة الحاسمة، اللحظة الحاسمة هي في وضع هذه النقاط. وضع هذه النقاط هي التي تحكم على شخصيتك، هل ستكون قوية أم ضعيفة. يجب أن تضع هذه النقاط حسب كما تم شرحها في الموقع، وسوف أترك لكم موقع شرح هذه النقاط التي تضعها للشخصية أسفل الفيديو. هناك رابط ستجدون فيه جميع المعلومات الخاصة بهذه الأشياء. هذا الشخص أعطاني ميزة سرعة، من هذه السرعة نقتلهم جميعا. إذن وصلت إليه أخيرا. إذن معلومة مهمة، إذن لتأخذ المهمة تضغط مباشرة على التي بجانب هذا اللون، سوف يعطونك مباشرة ماذا تفعل للقيام بهذه المهمة. لقد غيرت اللباس يا أصدقائي، ما رأيكم؟ دائما عندما ترى أصحاب هذه الأسهم هذا يعني بأن لديهم مهمة. إذن شيء مهم جدا هنا تختار التخصص. مثلا هنا لديك أستاذ القتال عن بعد، يعني هنا ستستعمل القوس، سيعلمك استعمال القوس. وهذا الشخص عن قرب سيعلمك استعمال الخناجر أو السيوف كنينجا، يعني في يعني هؤلاء هم المدربين. سوف أقول له أبدأ، أضغط عليه مرة أخرى وأضغط هنا تدريب قتال. أهلا وسهلا، ستحصل بفضل اختبارك تعلم حراك، حصلت على نقاط المهارة. إذن يعطونك نقاط المهارة. دعونا نرى يا أصدقائي ما هي المهارات، ما هي هذه النقاط. لدينا 4 نقاط. نعم. إذن هذه هي المهارات التي فتحت لي، يعني تحدثت مع هذا الشخص ففتح لي يعني الخاصة بالقتال عن قرب. اللعبة يمكنك التقرب إلى هذا الحد. نعم يمكنني أن أقترب كثيرا من الكاميرا. أرجوكم ابقوا في البيت، إن فيروس كورونا خطير جدا. ملاحظة مهمة، مثلا إذا كنت أبحث عن تاجر لا أدري أين أجده، فيمكنك فقط أن تضع مؤشر هنا سيعطيك ما هو نوع البائع هذا، ففقط تضع المؤشر سوف يخبرك ما الذي يوجد. مواد لا تريد بيعها فيمكنك أن تدعها عند أمين المستودع. مقابل 500 يانج. سأقول لا لأن لست لا أريد أن أستعمله الآن. أوه انظر هناك لاعب حقيقي يصطاد هنا. سوف أتحدث معه. هل يوجد سمك اليوم؟ كم تبيع للكيلو؟ اتركه لكي يقوم بصيد الأسماك. بالتوفيق يا صديقي، سوف انتظر الأسماك الشهية. معلومة أخرى مهمة، كي تتحدث في الشط تضغط على انتر أولا حتى تستطيع أن تكتب هكذا، وقبل أن تكتب تختار هنا إذا كنت تريد أن تتحدث كنداء كتتحدث عادي لمن حولك يكون هنا عادي، أو تضغط هنا مجموعة لكي تتكلم إلى مجموعة ثم رابطة. إذا كنت في رابطة يمكنك أن تتحدث منها هنا. يشرح لك ماذا تفعل في المهمة، هاي الأشياء التي ستفعلها. إذا هذا هو متجر اللعبة.
ميدان، ثم لدينا لدينا بعض الأشياء المجانية. اعتنا بالمظهر مميز. إذا تجاوز مهمة الخاصة بالمسك فأنت تدخل إلى المتجر بالتحدث مع هذا بالضغط هنا، تضغط هنا فتفتح المتجر، ثم تكتب هنا المسك، ثم تنزل تضغط هنا خدمات فيتيح لك هو الخاص بالمسك هو. إذا سوف أضغط هنا لأشتري. طبعا لقد أعطوني 5 قطع مجانا، يعني لن أشتري أنا شيئا بمالي الخاص. انظر أصبحت لدي الآن 4، يعطونك 5 قطع مجانا. سوف أشتري هذا أيضا رغم أنني لا أدري لا تملك ما يكفي. إذا يقول لك بعد الشراء سوف تجد المشتريات عند أمين المخزن. إذا سوف نذهب إلى أمين المخزن لنحضر المشتريات، يعني فقط المشتريات من متجر اللعبة وليس جميع المشتريات. لديك عند أمين المستودع الصرف، يعني تغيير الوون إلى اليانغ وتغيير اليانغ إلى الوون، يعني العكس. هنا هي المخزن. إذا تضع ثم يعطي هذا إذا سأخذ جميع الأشياء الموجودة بالمخزن هنا، ثم أفتح الحقيبة بعد ذلك، ويمكنني ارتداء هذه الأشياء. هاي أصبح لدي الآن قناع عندي الذكورونا. هذه اللعبة لقد أعطتنا حتى ماسكات ضد كورونا في اللعبة، هذا شيء مضحك. لدينا هنا هذه الأشياء، هذه الخبرة، ها هو المسك، لقد أخذناه أخيرا. إذا سوف أخذ مباشرة إلى صاحب تلك المهمة. المسك هي المتعلقة بعطر جديد، اسم المهمة عطر جديد. أعطيه مسكه الخاص. لقد أنجزنا المهمة بنجاح. الآن المهمة التالية، هيا لأن تكملة المهمة. أخذت مكافأتي. إذا كم أصبحت لدي من المهمات متبقية؟ فقط قتل الكلب وجمع أعشاب. إذا لنذهب إلى مثلا ضغط هنا لنرى الأعشاب. ولك تحصل على هذه الزهرة عليك أن تقتل الذئب البادية الجائع. إذا هيا بنا للقتل، هيا. إذا يمكنك ترك هذه النافذة مفتوحة حتى تستطيع أن تشاهد كم بقي لك من قتل الوحوش. إذا كما رأينا ظهرت هذه العلامة، يعني ربما تكون هذه مهمة أخرى. نعم هذه مهمة أخرى. إذا سوف نضغط على مقتل ذئب جائع. سنقتل ذئب جائع 15 مرة. إذا أعزائي هذا كله ما في الأمر. إذا هكذا تستمر في إنجاز هذه المهمات و الانتقال إلى المهمة الأخرى، وهكذا ترفع من مستواك وتتقدم. ومرحبا بكم في لعبة 202. تحياتي لكم، إلى اللقاء.